السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم مشاهدينا وحلقه جديده من برنامجكم نور الحياه. النهارده موضوع حلقتنا مهم جدا، كنا اتكلمنا قبل كده عن موضوع الطاقه وفي علاج بالطاقه وهل هي فعلا الطاقه موجوده مع دكتورنا الكبير اللي كان منورنا قبل كده، عملنا معاه سلسله حلقات واتكلمنا فيها عن الطاقه والطاقه السلبيه وهو الدكتور احمد رشدي شحاته. النهارده هنكمل معاه الحوار عن الطاقه وايه هو العلاج بالطاقه وهل فعلا في موجود حاجه اسمها الطاقه وممكن فعلا حد ممكن بيتعالج بيها. بس اسمحوا لي في البدايه برحب بضيفي اللي منورنا ومشرفنا النهارده دكتورنا الكبير دكتور احمد رشدي شحاته. منورنا يا دكتور. دكتور احمد رشدي شحاته اخصائي ارشاد اسري وتعديل سلوك. منورنا يا دكتور. ومكملين مع حضرتك يا دكتور موضوع الطاقه، لان فعلا ناس كتير بيتكلموا فيه جدا، وفي ناس بيقولوا ممكن ان هو فعلا ناس بتتعالج بيه، وفي فعلا مشعبذات وخرافات واعمال. فاحنا النهارده يا دكتور يعني من مكاننا النهارده عايزين بقى حضرتك تحط لنا نقط على الحروف، هل فعلا في علاج بالطاقه؟ يعني عايزين نكمل بقى الموضوع مع حضرتك بالتدريج كده، فتفضل وضح لكل المشاهدين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. تحياتي لحضرتك وللبرنامج الكريم والأسرة البرنامج الكريمة واخواتنا واولادنا وبناتنا المعدين والمعدات والمخرجين والمخرجات في هذه القناة الطيبة. مرجوعنا نقول بقى ايه موضوع الطاقة. هل يوجد طاقة؟ هل لا يوجد طاقة؟ الطاقة هي ايه؟ أنا بقول لحضرتك في عفريت. طب العفريت ده شكله إيه؟ أوصفه لي. ما عرفتيش توصفيه يبقى يا إما أنت بتكدبي يا إما مفيش عفريت أساسًا. تمام. هتقولي إسماعيل جاي. أقول لك طب وصفي لي إسماعيل. هتقولي ده أنا شفت إسماعيل وكذا كذا. إذا وصفتيه تمام دخلتي إلى حيز التثبت من المعلومة. دخلت في حاجة اسمها إنك أنت يقنتي وصفت صح وفعلا موجود حاجه اسمها ايه؟ اسماعيل بيه او عفريت او الهي. احنا دلوقتي بنتكلم عن الطاقه. احنا هنعمل ايه عشان نتكلم عن الطاقه؟ هنتكلم عن شقين، ان احنا دلوقتي عايزين نعمل ايه؟ نبتهل الى الطاقه السلبيه انها تحضر. احنا وفرنا لها كل الحاجات بتاعت الحضور. او اي مقص فتحناه. وادي جزمه قلبناها. في ناس عندها معتقدات يا دكتور ان دي فيها حرمانيه. شبشب قلبناه. يعني الشبشب والمقص والشوز كل ده ليه؟ عشان خاطر احنا بنوفر للطاقه كل امكانيات الحضور. تمام. وعايزين دلوقتي ايها الطاقه السلبيه هلمي الينا، احضري علينا الان وانزلي الينا ببركاتك. تمام. لو هي بقى موجوده توريني نفسها. لو في طاقه سلبيه موجوده عايزين نشوفها. هل الاستوديو هيولع؟ هل حضرتك هتطلع من الحلقه مجنونه؟ هتتجنني؟ هتعمل فينا النهارده؟ هنشوف الدنيا هتحصل فيها ايه. خلاص؟ تمام. نقول بقى سريعا في عندي طاقه. تمام. عشان الناس تقول لك ازاي انت لا انا مش بقول ما فيش طاقه. عايزين نفرق بين نوعين من الطاقه. الطاقه اللي تتم بيها الكسب والنصب والاسترزاق وترويج لمعلومه مش موجوده اساسا بغرض الكسب. وبين الطاقة الحقيقية اللي موجودة. عندي أنواع الطاقة الحقيقية كتيرة، منها الطاقة النووية، الطاقة الكيميائية، الطاقة الفيزيائية، طاقة البخار، طاقة الكهرباء متعددة، طاقة الرياح. لا وكل واحدة لها قياس تقاس بيه. أكيد. يعني الطاقة النووية والطاقة الكهربائية كل الطاقات دي لها إيه؟ قياس يتم بقياسها ايه؟ بي. تمام. يبقى عندي طاقة منظورة مقيس لها قياس، مقيسة اقدر اقيسها، لو ما شفتهاش هقدر اشوف الاثر بتاعها ثم اقيس الاثر بتاعها. تمام. يعني في عندي حاجة تقول لي انا اهو انا كطاقة موجودة. انا موجودة اهو. خلاص؟ تمام. في طاقة تانية مش منظورة ولكن يرى العفر بتاعها. عشان برضو ايه ما حدش يقول لك لا ده ازاي، لا انا اللي بديلهم على فكره الايه، بقول لهم يتخرجوا ازاي من المشكله اللي انا بحطها لهم عشان هم مش هيعرفوا يخرجوا منها اساسا. قلنا قبل كده المثل بتاع التيار الكهربائي، قلنا الكهرباء لا يمكن ان ترى، مفيش حد شاف كهرباء ابدا، وانا بشوف ايه اثر الكهرباء في الاناره، يبقى انا ما بشوفش كهرباء طبعا، بشوف الاثر بتاعها بقيسه، اقدر ابعت ابني يا ابني روح هات لي لمبه 2 واط 200 واط 50 واط تشتد وتقل، بقيس الايه الاثر بتاعها. يبقى كل الطاقات بقى قيس على ذلك، طاقه الرياح، طاقه الكهرباء، طاقه الماء، طول ما احنا ماشيين عندنا الطاقات التي ترى والتي يرى اثرها، لا انواع كتير متعدده، ويتم لمس اثرها والى اخره. دي طاقات على راسها من فوق ونضرب لها تعظيم سلام، ولا يمكن لاي جاهل يقول لك لا ما فيش طاقه. خلاص، هل انا انسب طاقه لطاقه؟ لا طبعا، ما ينفعش. طبعا، لان كل واحده لها مقياس، وكل واحده لها اثر، وكل واحده لها، يعني ما ينفعش اقول طاقه الرياح هيشها بطاقه الكهرباء، مع ان الاثنين يولدوا كهرباء، بس اقول لا دي كل واحده ليها طريقتها، كل واحده ليها اثرها. تمام. قد يشترك طاقه او اكثر في النوعيه بتاعه القوه والشده بتاعتهم، واقدر اعمل بينهم مقارنه. تمام. يعني كل ده مش موضوعنا، لكن احنا عايزين نثبت ان ايه انواع الطاقات اللي بالعقل كده. نستأذنك بس يا دكتور، معانا ماجده من الجيزه، اتفضلي. الو. 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 السلام عليكم. وعليكم السلام استاذه ماجده، اتفضلي. ممكن اتكلم يا دكتور لو سمحتي؟ اتفضلي يا دكتور، مع حضرتك. السلام عليكم. ايوه تمام، بتقول لحضرتك السلام عليكم يا دكتور. اتفضل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي لو سمحتي يا دكتور. انا عندي 36 سنه واولادي كبار، بس مشكلتي في الحياه انا ما بنامش نهائيا نهائيا خالص، وتعبت دلوقتي خلاص، اعصابي تعبت، بجيب دلوقتي اعشاب واجيب حاجات. هي عندها 36 سنه وتعبانه جدا مع اولادها. اتفضلي. الدكتور مش سامعها كويس. تمام. انا مشكلتي في النوم. في النوم ما بنامش. حضرتك في النوم حضرتك سامعاني؟ لا مش موضوع، مش بتتكلم عن موضوع. تمام يا حبيبتي، حاضر، الدكتور هيرد على حضرتك. تمام. هي يا دكتور عندها 36 سنه وعندها مشكله في النوم، ما بتعرفش تنام خالص. ما بتعرفش تنام خالص. طيب انا هقول لها على حاجه بسيطه، تتوضى قبل النوم، سواء عندها ظروف تمنعها من الوضوء او عندها ما عندهاش ظروف تمنعها من الوضوء. تمام. نعمل ايه؟ نتوضى. تمام. ثم نقرأ ما تيسر من القرآن. القرآن كله بركة. أكيد طبعا. لكن ننصح بإيه بقى؟ تقرأ سورة الفاتحة، ثم آية الكرسي، وآية بعدها وآيتين بعدها، ثم آخر البقرة وآيتين قبلها. خلاص؟ ثم قل يا أيها الكافرون، ثم قل هو الله أحد، ثم المعوذتين. تمام يا دكتور. قدر جهدها يعني، عايز تقراها، وإذا ما نامتش تقول انا ما نمتش. طب معانا يا دكتور ام يوسف. خلاص. الو. الو السلام عليكم. اتفضلي يا ام يوسف، مع الدكتور معاكي. لو سمحتي ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي يا حبيبتي، اتفضلي. الو. ايوه مع حضرتك، اتفضلي. ايوه لو سمحت دكتور. ايوه مع حضرتك، اتفضلي. لو سمحتي انا بجيب الليل يعني التفكير شغال على طول في دماغي، بفكر عمال على بطال، ونفسيتي تعبانه اليومين دول، وباجي في الصبح يعني انا ممكن اسهر كتير واجي الصبح ما بقدرش اقوم. وعلى طول يا دكتور ببقى كده حاسه ان اللي قدامي ده عايز يموتني، عايز يعني كده نفسيتي تعبانه، مش عارفه ايه ده، وسواس ولا ايه؟ مش مشكله، انت حضرتك تسمعي. طيب تمام يا حبيبتي، الدكتور هيرد عليكي. شكرا لاتصالك. هي دكتور نفسيتها تعبانه وعلى طول تفكير شغال على طول. اولا انا عشان ما اسمعش الاسئله، المشكله عندي انا بس. ف لو سألني تسمع الاسئله وتبلغاني عشان بس الاخوات المشاهدين يظنوا كل الظن ان انا مطنشم او يعني لا، ما واضح حضرتك مش سامع الاتصالات فعلا. فانا بس ما هي يا دكتور عندها مشكله، ما بتنامش والتفكير عندها شغال على طول، وبتشوف دايما ان هي في حد هيجي يقتلها. حد يجي يقتلها. طيب دي مشكله نفسيه بحته يعني. هي ممكن حتى بقى تتواصل مع حضرتك بعد البرنامج على الحلقه، على الرقم اللي هو الخاص بحضرتك. على الرقم بتاعي مشي من التفصيل، لان القتل والايذاء لكن الموضوع هيكون كبير والالم والحاجات دي كلها. يعني تتواصل بعد الحلقه ان شاء الله نرد عليه. تمام. نكمل بقى بعد ما خلصنا الطاقات عشان ما نكررش الكلام تاني. عرفنا انواع الطاقات دي اللي هي معترف بيها عالميا. معلش يا دكتور الاتصالات جت كتير النهارده. ايه اتصال ولا لسه؟ تمام. معانا ام محمد من الاقصر، اتفضلي يا حبيبتي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اكلم الدكتور احمد رشدي؟ اتفضلي يا حبيبتي الدكتور معاكي. معاك يا ام يوسف. والله يا دكتور معايا ولدي جه 6 سنوات، يعني 6 سنين. تمام. كان بيعاني من فرط حركه وتشتت انتباه يعني. تمام. فانا طبعا بوديه دكتور يعني مخ واعصاب كذا دكتور. الواد بياخد العلاج مش مستجيب للعلاج خالص بتاع الاعصاب. تمام. وما زال عدواني في الشارع، بيضرب العيال، وفي البيت مشاغب جدا 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 بدرجه فظيعه يعني. وحركته زايده ومش عارفه اعمل ايه يعني. عنده فرط حركه. تمام يا ام يوسف. الدكتور احمد مش جايب نتيجه. تمام يا حبيبه قلبي. الدكتور احمد هيرد على حضرتك. دكتور احمد هو ابنها يوسف عنده 6 سنين وودته لدكاتره كتير جدا، بس هو المشكله عنده فرط حركه زياده عن اللزوم والعلاج ما بيجيبش معاه نتيجه، فهي مش عارفه تتعامل معاه ازاي. ما هو الفرط الحركه في شقين، شق منه يخضع للعلاج التقليدي. تمام. عن طريق الادويه والحاجات دي كلها. وفي شق اخر احنا بنبذل فيه مجهود من خلال الدورات والكورسات معانا هي تعملها. هي عليها تعمل ايه بقى؟ احنا بناكل عيالنا خطا. ولذلك كل الاولاد عندهم فرط حركه، فرط الحركه على نشاط زائد. لما انا ادي ابني شيبسي وبيبسي وسكريات وحلويات كتير ده بيحصل ايه؟ بيحصل عنده طاقه زائده تعمل له فرط حركه، الولد عنده طاقه. تمام. فلازم هيتحرك. اعمل ايه؟ فرط الحركه دي ليها علاجات كتيره جدا، ان انا اشركه في نادي عشان اهدي حلو شويه، العبه العاب قدامي، تخلي تفكيره واتجاهه يروح لحاجات ثانيه عشان يهدى شويه في الحركه. لازم لازم. تمام. الجزء الثاني بقى بياخد بقى علاج بحيث نخليه ايه يعني دايما همدان، دايما ايه نقلل الطاقه اللي عنده دي، نحد منها شويه. لكن مبدئيا ان احنا نحاول بقدر الامكان نمنع خالص الشيبسي والبيبسي وكل ما يؤثر في الطاقه، اي حاجه فيها سكريات، اي حاجه فيها شوكولاتات، الحاجه اللي احنا بنفرح باولادنا عايزه دي، اما ارمي في الارض زي ما هو يعني متعارف عليه، انا غصب عني الولد بيترمي مني في الارض وهيخبط دماغه. ونقول لها يا بنتي الولد عمره ما هيأذي نفسه، ده اذكى منك، بيستعمل عليكي كروت ضغط، يعيط، جبت له شوكولاته سكت، يعني هو مش اهبل. اكيد طبعا. ده طلعك انت مش عارفه تسيطري على الموقف. تمام يا دكتور. فهو المفروض ما يبقاش كده يعني، فبس هو مش موضوع حلقتها بس تحت امرهم يعني. ممكن تتصلوا علينا بعد الحلقه او بكره او تتواصل مع حضرتك على الرقم اللي موجود معانا على الرقم اللي موجود على الشاشه. تمام يا دكتور. ان شاء الله اللي هو 01080 81 99. تمام يا دكتور. معلش يا دكتور تليفونات كتير. لا ما احنا هنعملها بقى. معانا محمد من الشرقيه يا دكتور. لا ده كده الطاقه السلبيه حضرت فعلا بجد. اتفضل استاذ محمد. انقطع الاتصال، عاود بينا الاتصال مره اخرى. طيب اتصل بينا مره ثانيه. نيجي بقى ايه موضوع الطاقه بقى، موضوع الطاقه ايه؟ عايزين بقى يا دكتور ننجز فيه عشان ايه انت عارف وقت حلقتنا بيخلص مع حضرتك. طيب نجري بسرعه في موضوع الطاقه. موضوع الطاقه بقى اللي احنا بنقول عليها دي بتاعه الكسب والاسترزاق. تمام. يقول لك انا تعالي انت عندك طاقه سلبيه تعالى اما اعالجك. طيب انت الطاقه السلبيه دي بتشوفها يقول لك لا انت ما تشوفهاش. الطاقه اللي هم بينصبوا بيها ومن خلالها عشان يكسبوا رزق ويسترزقوا ويعملوا وبتاع، يقول لك لا ترى ولا تقاس ولا يمكن ان نرى اثرها. تمام. يعني انت عايز تعالجني من حاجه انا مش شايفها ومش لامسها ومش شايف اثرها ولا يمكن اقيسها ولا اقيس الاثر بتاعها. طب ده يعني ده انت بتستغفلني يا ابني؟ صح. انت عايز قدامك واحد يعني مثلا ساذج يعني اقول لك الطاقه تقول لا انها لا طاقه في المكان لانها لا ترى. طيب يا حبيبي ننفع نقيسها؟ لا 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 انت اتجننت انها لا تقاس. طب وبعدين تعالى اما اعالجك منها. طب يا ابني ازاي؟ طب هتعالجني بالطاقه؟ طب الطاقه اللي انت يعني في شقين في الطاقه. تمام. طاقه سلبيه وطاقه ايجابيه وعلاج بالطاقه. دلوقتي انا لما اقول انا اكلت بالشوكه الشوربه، يبقى عندي شوربه وعندي شوكه اكلت بيها ايه؟ الشرب، مش كده؟ يبقى دي اداه بتاعت الايه؟ الاكل. واحد جاله سخونيه قلنا عالجناه بخفض للحراره، مش هنقول اسماء عشان ما نراويش، يبقى انا عالجته بايه؟ بالدواء بخفض للحراره. واحد بيستهبل علاجته بايه؟ مضاد حيوي ضد الاستهبال. يبقى عندي فيه مضاد ايه حيوي عالجته بيه. تمام. طب انت عالجتني بالطاقه، الطاقه دي عباره عن ايه؟ دواء كحه. انت هتعالجني بالطاقه، دواء كحه دي. يبقى اذا ما فيش علاج، حاجه اسمها علاج. ما هي فين هتعالجني بايه؟ انت تقول لي على العلاج بالطاقه اللي هي ايه بقى؟ مضاد حيوي مثلا؟ مشروب بالظبط ايه ولا انا اقول لك بقى هم يعني مش هيعرفوا الاجابه. العلاج من الحالات دي كلها بنرجع للقرآن الكريم. باختصار شديد دايما نقول نستأذنك يا دكتور بس معانا اتصال. احنا خلق الله وربنا. نستأذنك بس أمة الله من الفيوم. أهلا بيكي، اتفضلي يا حبيبتي. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أكلم الدكتور؟ اتفضلي يا حبيبتي. الدكتور مع حضرتك، اتفضلي. لو سمحتي أنا عندي حالة نفسية كده من أيوه، كان جوزي جاله كورونا كده من 6 شهور. فانا خفت بقى وترعبت وضيقت على نفسي كتير يعني. فعدت والحمد لله وخف بقى اكتر من 6 شهور. تمام، اتفضلي. بس بقى من ساعتها بقى خايفه جدا من كورونا. كل ما اسمع حد مات بكورونا، كل ما اسمع حد جاله كورونا، كل ما اسمع حتى حد جاله دور برد اخاف اتهيألي ان هو كورونا، حد كح اتهيألي ان هو كورونا. تمام. ابص لاني ضربات قلبي تخبط يعني قاعده في موضوع قلق، يعني الموضوع بيسبب لك ايوه قلق، ايوه قلق وارهاق وتوتر على طول على طول من كورونا. كل حاجه قدامي متخيلها ان هي كورونا. تمام يا حبيبتي، بنشكر اتصالك. فعايزه الدكتور يقول لي على حل. تمام يا حبيبتي، تواصلي مع الدكتور ان شاء الله. دكتور احنا معانا امانه الله من الفيوم، عندها على طول حاله قلق، كان عندها اكتئاب وتعالجت منه، بس هي المشكله بقى دلوقتي عايشه في حاله قلق ووسواس يا دكتور، ان هي خايفه من كل حاجه، خايفه يجي لها كورونا، خايفه يجي لها مش عارفه مرض ايه، خايفه. التوتر والقلق بقى دكتور الوسواس، فحضرتك تنصحها بايه؟ ما هو ليه شقين، نقوي علاقتنا بربنا ثم الشق الاخر يعني هو ايه؟ الا بذكر الله تطمئن القلوب. بس هي ايه؟ اما طلع خلتنا نستعجلها شويه، كنا هنقول في الاخر ان احنا عباره عن صنعه الله وربنا ادانا كتالوج نمشي بيه. تمام. انا عايز الدنيا تبقى جميله وحلوه كله بالقران، اقرا قران. يبقى ايه بقى؟ لا هرش ملح وليمون ولا فلفل وكمون ولا شطه وزيتون ولا الكلام الفاضي ده كله زي اللي هم بيذكروه في الموضوع. ما ربنا بيقول لي الا بذكر الله تطمئن القلوب. عايز يبقى نفسي كويسه وجميله وحلوه وهاديه والدنيا حلوه ومفيش عندي طاقه سلبيه، اعمل ايه؟ اقرا قران. تمام. اذكر الله، اسبح، اهلل، اكبر. كل ده ينزل عليها السكينه ويبعد الشياطين من البيت. طبعا. اللي يبعد بقى الطاقه السلبيه من البيت ايه بقى كمان؟ قراءه سوره البقره. من الاخر كده عشان الوقت بتاعنا نقول ايه؟ لا تستطيعها البطله اللي هم الايه؟ الصحراء. ونقول وما هم على شكلتهم، يعني اي حد عايز ينصب على الاستاذه نير، عايز ينصب على... طول ما انا محصن نفسي بالقران لن يصيبني الا ما كتبه الله لي وما قدره الله لي. يعني يا دكتور ما فيش بقى ان هي تحط ملح وليمون وشطه والحوارات دي؟ ما في، ربنا بيقول لي اقرا سوره البقره، صلى الله عليه وسلم بيقول لي اقرا سوره البقره وحصن البيت بالقران، اقول له حصن البيت بالشبشب والصندل. لا طبعا. والكمون والزيتون وارش على نفسي وانا وارفض. طب فين الطاقه اللي انت بتنفضيها تمشي؟ مش شايفاها. يعني انت بتنفضي حاجه مش شايفاها؟ فعلا معاك حق يا دكتور. انتوا يا جماعه هتجننونا. صح. عشان طاقه سلبيه خلاص نفضت طاقه سلبيه مشي دلوقتي. طب انت شفتيها؟ لا ما بتتشافش. اسكت، يا طاقه سلبيه بتتشاف؟ ما بتتشافش. طب ما بتتشافش وبتنفضيها؟ طب برضه يا دكتور خلاص. طب برضه يا دكتور هو انا ما اجتهدتش بدون قطع كلام حضرتك. في ناس برضه بتاخد الموضوع بالعقيده يا دكتور، يعني خلاص انا معتقده في الموضوع لا ده. العقيده دي تطلق على كل ما جاء به الله عز وجل ما نزل به على نبيه صلى الله عليه وسلم. غير كده اسمه افكار استطيع ان اغيرها وابدلها. تمام. العقيده دي ان نؤمن الله واحد، الله فرد، الله صمد الى اخره. العقيده دي بقى الحاجه الثانيه دي افكار نغيرها. احنا هنا عشان نغير افكار، مش عايزين حد يضحك علينا. تمام. ويقول لنا في طاقه سلبيه. تمام. اقول له طب وريها له. وبعدين المشكله مش في كده يعني ايه؟ انا احدهم قلت له انا عندي طاقه سلبيه. قال لي حل. قلت له طب بعد ما تعالجني هتعرف منين ان انا اتعالجت؟ ما انت لازم تقيس الحاله قبل وبعد. طب عندك مقياس، يعني دلوقتي واحد عنده سخونيه ايش درجه الحراره بتاعته قبل العلاج؟ فبنعرف فعلا درجه حرارته كام. عالجته بخفض للحراره. بعدها راحت الحراره عاليه. طب انا عندي طاقه سلبيه عرفت منين؟ اما انت لا بتعرف تقيسها ولا بتعرف تشوفها ومتاكد ان انا عندي طاقه سلبيه وانت بتنصب عليا. تمام. هو انت يعني احنا خلاص اصبحنا استاذنك يا دكتور، اتصالات كتير جدا النهارده. معانا استاذ احمد بالفيوم. الو. الو. السلام عليكم. ايوه عليكم السلام، اتفضل استاذ احمد. عايز اكلم الدكتور. اه اتفضل، مع حضرتك يا استاذ احمد. ايوه مع حضرتك. ازيك يا دكتور؟ اتفضل. الو. ايوه مع حضرتك. ايوه اتفضل 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 اتفضل. ايوه ازيك يا دكتور؟ الحمد لله. اتفضل، بقول لحضرتك ازاي؟ اتفضل. الحمد لله رب العالمين. يا اخي يا دكتور انصحنا باي حاجه للوصول في القهر ده والحاجات دي. معلش الصوت مش واضح، اتفضل. ما انا بقول له الدكتور انصحنا باي حاجه للوسواس القهري ده والحاجات دي، الناس بتروح للجماعه اللي بيقرا القران ده ومش عارف ايه، انصحنا بالحاجات دي، حششك كده. يعني هو بيقول في ناس بتروح كتير للدجالين والحاجات دي يا دكتور، فانت ردك ايه على الموضوع؟ ماشي يا استاذ احمد. ماشي يا استاذ احمد. دكتور احمد هيتواصل مع حضرتك. بيقول لك في ناس كتير بيروحوا للدجالين يا دكتور. كل الناس بتتصل بعتذر ليها لان فعلا الصوت مش واصل للدكتور احمد في السمع بس. فاستاذه استاذتنا فضله نجمه من نجوم الفضائيات تتلألأ في سماع الفضائيات. استاذه نير هي بتسمع وبتبلغني، يعني ما تفتكرش ان انا مطنش والله. السؤال ايه بقى؟ هو دكتور بيقول لحضرتك في ناس كتير بيستغلوا الموضوع بقى، الدجالين والحوار ده، فانت ايه راي حضرتك؟ لا، ما هو الدجالين والكلام ده كله احنا عايزين نعمل له بقى يعني حلقه ثانيه، وهنقول الرقى الشرعيه. وانت لو حضرتك قلت والدكتور احمد رشدي راقي بالرقى الشرعيه. معلش يا دكتور هنستاذنك وتقطع كلامك سريعا لان ما عادش بقى لنا غير دقيقه وقتنا. دقيقه واحده؟ طيب في الدقيقه دي احنا نعمل ايه؟ اتفضل. نوجه الشكر الى الساده المشاهدين وحضرتك وكل الناس، ثم الى القائمين على ازاله العقبات ومحاربين الفساد والافساد. واوجه صرخه الى السيد النائب العام الذي يحمي، ويعني موكل اليه ان يحمي يعني معظم نائب عام ليه ينوب عننا. تمام. فنتوجه ليه انه يفحص هذا الامر ويدقق فيه ويوقف هؤلاء الذين يتاجرون بالطاقه السلبيه التي لا وجود لها ويخترعون ولا يستطيعون ان يعرفوها ولا يقيسوها ولا يروها ولا حتى يروا اثرها. ثم اتوجه الى السيده الفضله وزيره الاطباء اللي هي يعني بتبذل مجهود كبير جدا، وزيره الصحه. نقول لها يا تدي الناس دي تصريحات، ودلوقتي بقول لك انا معالج بالطاقه فيخضع تحت نطاق حضرتك. شكرا يا دكتور. وتدي له تصريح يعالج، يا اما بقى يعني نشوف الناس دي يعني والا هعمل زيهم بقى، يعني هعالج من غير ان شاء الله يا دكتور صوتك يوصل لكل المسؤولين. ما لازم يا جماعه، مش انا اسف موجه النائب العام والاستاذه وزيره الفضله دكتورتنا الفضله وزيره الصحه. شكرا يا دكتور. هذا الامر يطلعوا له تصريح بقى، شوفوا ايه هي الطاقه ولا نجم الطاقه كده. بنشكرك يا دكتور وان شاء الله نكمل الحوار مع حضرتك، وارجو ان ينتبه كل المشاهدين ان شاء الله من الكلام بتاع العلاج بالطاقه والدجل والشعوذه والكلام ده كله اللي هو ايه. شكرا لحضرتك وشرفتنا ونورتنا. وعلى فكره برضه اهي ادي المقص اهو مفتوح، الطاقه السلبيه ما جاتش، وادي الشبشب اهو مقلوب والله يا دكتور خلص، وادي الجزمه اهي مقلوبه، وكان ان شاء الله نكمل مع حضرتك الحلقه القادمه والمكان يتعفرت ويولع، لكن الحمد لله. شكرا مشاهدينا، وان شاء الله نكمل الحوار مع دكتور احمد، وبنشكر كل القائمين على البرنامج، مخرجنا الكبير استاذ وليد واستاذ نصر واستاذ عبد الله واستاذ عمرو، مش عايزه انسى اسامي حد. بشكر كل القائمين على البرنامج، بنشكركم مشاهدينا، وبنشكر ضيفنا الكبير طبعا دكتور احمد رشدي شحاته اخصائي ارشاد اسره وتقويم سلوك. شكرا لكم، كانت معكم نيرة الخولي، في امان الله.